have only two bedrooms. Where can he stay with us, Kamal? احنا ممكن نحط له سرير في اوضه المكتب يا كريستين، او نوضب له الليفينج، في كنبه مريحه. اوضه المكتب والليفينج مش مكان لنوم. طب ارجوك يا كريستين وطي صوتك شويه، دول هما كلهم يومين ثلاثه بالكتير، وانا حاطمع نوال اختي انه يقعد معاهم في القصر، لكن ما يصحش الراجل يجي لنا البيت هنا واحنا نقول له يمشي. Impossible, impossible. مين؟ أنا حمادة يا سليمان بيه. حمادة؟ ده إيه الهنا والسعادة دي؟ أهلاً وسهلاً، أهلاً وسهلاً. أهلاً وسهلاً، إيه الهنا والسعادة اللي فيها دي؟ إيه جايب معاك إيه من شرم الشيخ؟ جايب لي هدايا كتير أكيد. اتفضل 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 يا حمادة، أهلاً وسهلاً. طبعاً يا سيدي، راجع من شرم الشيخ وشك منور ومورد. اسبوع عسل مع المدام وانا قاعد هنا لوحدي زي قرد قطع اكلم نفسي. قول لي المدام ازايها؟ ربنا يحرقها في جاز. يحرق مين؟ انت اتجننت ولا ايه يا حماد؟ انا طلقتها خلاص يا سليمان بيه، سبتها. طلقت ايه ناس؟ هو انت اتجوزتها في ايه وطلقتها في ايه؟ وطلقتها ليه؟ انا اللي حصل. الله، اوعى اكون عرفت عنها حاجه كده ولا كده؟ انا هحكي لك كل حاجه يا سليمان بيه، بس انا مش قادر اتكلم دلوقتي. أنا كنت جاي طلب منك طلب كده لو ما كانش يضايقك يعني. أمر حمادة أمر. تقول يعني لو أقدر أقعد معاك كام يوم كده بس لغاية ما أدبر أموري. ها؟ أنت قلت لي إنك عايش لوحدك وزهقان، فأنا قلت نسلي بعض يعني. أنا مش عارف يا حمادة بصراحة أقول لك إيه. لحظة واحدة بس أرد على التليفون. ألو؟ نعم. سليمان بيه، أرجوك ما تقولش لحمادة إن أنا اللي بتكلم دلوقتي. أنا عارفة إن هو عندك. أيوة يا عبد الحفيظ بيه. أمر عبد الحفيظ بيه. سليمان بيه، حمادة أمانة في رقبتك، حطه في عينيك الاتنين. أنا عارفة ابني حساس والكلمة تكسر نفسه. مش عايزاكوا تشيلوا هم حاجة أبداً. الأكل أنا هبعته كل يوم، وسيد هيجي ياخد هدومك وتتغسل وتتكوي وترجع على طول. سليمان بيه الفواتير كمان، الكهرباء والغاز وكل حاجة عندي أنا، ما تشيلش هم حاجة أبدا. لا يا عبد الحفيظ بيه، أنا تحت أمرك، أؤمر أنت بس. لا أعتبر الموضوع منتهي خلاص. يا سلام، إن شاء الله اطمن. مع السلامة يا عبد الحفيظ بيه، مع السلامة. يا حماد أنت واقف كده ليه زي اللي واقف في محطة مصر مستني القطر؟ ما تخش تقلع هدومك وتلبس لك بيجامة ولا جلابية كده وتروح عشان نقعد نتكلم مع بعض يا أخي. يا جدع يا جدع، ده أنا حاسس إن أنا كنت قاعد مقطوع وأنت جيت تنجدني تسليني. اتفضل اتفضل يا حماد، تعالى اوريك اوضتك. اتفضل، اهلا وسهلا. يا سلام، ده انت جيت نورتني يا راجل. معقوله؟ الله، تقف عندك ليه يا حماد؟ تعالى تعالى، احنا ما عندناش حليم هنا ولا دياول. تعالى اتفضل، تعالى تعالى يا حماد، اتفضل تعالى. الدولاب اهو قدامك، رص هدومك بقى على راحتك، واللحيفه والبطاطين موجودين فوق. انت اتعشيت ولا لسه؟ والله من ايه نفسي يا سليمان بيه. احسن احسن، نوم على بطن فاضيه صحي اكتر. انت تعرف انا بتعشى ايه؟ برتقال اخد منها فصيل، اجيب لك فصيل تجار بتاع بقك. لا يا سليمان بيه، عايز انام بس. طيب خلاص، نوم العوافي، نام على راحتك بقى واصحى على راحتك، والصباح رباح نقعد مع بعضينا بقى تحكي لي الحكايه كلها. تصبح على خير. وانت من اهلك.